أنا هيفا، أنا من غيري، أنا رح كون معكم ببرنامج أخبار عن نار. ما تنسوا تنطرونا لآخر الحلقة لتشوفوا إذا رح يداين جاد، مش رح يصير في أو آية. مرحبا، اخبار عن نار، نهار جديد، حلقه جديده واكله جديده مع ايا. هاي ايا. هاي زاد. كثير حلو الروج. مثل العاده ايا مع 12 دقيقه كرمال تعمل الاكله المفترض تكون شوي صعبه لتعملها. واخر الحلقه رح تجي ضيفتنا هي تقيمها وتذوقها وتعملنا اختبار بالمعلومات اللي رح نقولهم خلال الحلقه، لان انا رح اقري لها اخبار وهي رح تبعث لي فويسات. شو الاكله اللي عملتيها اللي رح تعمليها اليوم يا ايا؟ اليوم جاد رح اعملكم سلطه الخضار المعلبه. حسيت مع السلطه، حسيت انه سلطه الخضار المعلبه، يعني ما انه شو بتنقم معلبات ملونه وبتعمليه من انه كثير هين هذا الشيء، كثير هين هذا الشيء. لا انه سلاد هيلثي، المفروض الواحد ينوع، دسر، طبق رئيسي هيلثي، لانه ضيفتنا بتحسيها هيلثي اكثر طبعا. ايه، فضيفتنا بقول لك مين؟ ضيفتنا رح تكون هيفا. تقريبا هيفا، اخر همي تقريبا هيفا، ما هون فيها هيفا الخبريه، فانا اي دونت كير. وقولي لنا من شو معموله سلطه الخضار المعلبه؟ من شو معموله سلطة الخضار المعلبة؟ معمولة طبعا من زيت زيتون، ملح، فلفل أسود، رح يكون في عنا كمان شوية كمون، شوية زعتر بري مجفف، جبنة البارميجانو ريجيانو، بارميزان، خل بلسمي، بندورة كرزية، بس فيكم تستخدموا الخل اللي بدكم اياه، بندورة كرزية أو عادية، ذرة معلبة، ثوم وبصل أحمر، أرضي شوكة، بالميتو، اثنيناتهم معلبين، أسبارجس كمان معلبة، و افوكا مش معلبه. وبدنا كمان حامض، واذا شيء بزين اذا ضل معي وقت. يعني بس هاو اكيد انت بك شيء؟ قلت لك ايسبرغ، ما هي لا، بس وين البابريكا؟ لا لا، بلا بابريكا، لا مش معقول، في شيء غلط، ان شاء الله ما تطلع طيبه الاكله، انه سلطه بالنهايه سلطه، فلنشوف. لا انه ما اوكي اوكي. بدك تقولي لي مين المشاهير اللي بدك تبعتي لي فويسات لهم تسجيلات صوتيه؟ التسجيلات الصوتيه لمشاهير اليوم جاد حيكونوا للممثله السوريه لورا ابو اسعد، النجمه نادين نسيب نجام، النجمه الخليجيه بلقيس، النجمه كارول سماحه، الممثل السوري سامر المصري، الاعلاميه السعوديه لجين عمران، النجم مروان خوري، النجم السوري عابد فهد، الفنانه المغربيه جنات، والممثله كارول الحاج. اوكي انا ردي اربح هيدي الحلقه مثل أكترية الحلقات، لأنه بدي أجيب العلامة الأعلى وما تفلوا مطرح، لأنه من بعد ما نرجع 12 دقيقة وبتبلش آية الأكلة. خلوكم معنا. رجعنا بأخبار عن نار والتايمر صار بإيد التايمر 12 دقيقة، 12 دقيقة هو الوقت اللي عم نعطيه لآية كرمال تلحق تخلص هيدي الأكلة أنا وعم لهيها بالأخبار وبالتسجيلات الصوتية. Are you ready آيا؟ رايا؟ Are you ready آيا؟ I'm ready. يلا 3 2 1 12 دقيقة جو. أنا بعتقد أول شيء رح تعمليه هو تقطيع الخضار. عن جد؟ لأنه بالنهاية سلاد. بلشي بهاي، قطعيها. أو هي ما بتتقطع؟ بلا. والله بدك تقطعيها. ليه اسمها أرضي شوكة؟ وشو بسموها غيرنا هون؟ غير اللبنانية اللي نحن نقول الأرضي شوكة؟ هلا ليك صراحة أنا بتذكر لها اسم تاني بس مش مذكرته شو. أوكي شو ما نقول للعالم لكن؟ بدنا نقول لكل مشاهدينا اللي عم يحضرونا أنه يحطوا لنا تحت بالكومنتس على اليوتيوب شانل لأ الآن تي في شو بتسموا أرضي شوكة ببلدكم؟ أرضي شوكة، أوكي هيدا اللي يمكن في بلد بسميه خرشوف أنا بعتقد. صح. صح. ايه هلا تذكرتها بس قلت لي جد يعني بتربحين الحلقه او ما بكفي بس اعرف مش المنتج اللي قال لك بداينتك الاسم؟ لا لا مين ما في منتج اليوم، اليوم ما اجى. هيدا القلب يعني اللب تبع اللب هي بتبقى كثير كبيره وإلها هيك مثل شوي. بس انا بس بدي اعرف مين هيدا اللي شاف هيك ورده
وقال هيتا اسلقها واكلها. يعني كيف واحد بفكر انه بدي اكل الارتيشوكة؟ هاي معلومة لازم اعرفها. وفي معلومة تانية انه اعلنت وزارة الثقافة ووزارة التجارة في المملكة العربية السعودية اعتماد مسمى القهوة السعودية بدل من القهوة العربية في جميع المطاعم والمقاهي في المملكة ضمن مبادرة عام القهوة السعودية 2022 باعتبارها عنصرا ثقافيا يعبر عن هوية المملكة. ايديك نضاف طبعا ومع امين. اوكي التليفون من عقمه قبل الحلقه وبعد الحلقه انا بضل مسكته وحرام شو بصير فيه التليفون. اوكي اول فويس بعثت لي آية هو من مين وشو هو الموضوع؟ فحوة هذا الفويس. شو فحوى الفويس؟ مجدلة شخصية ام تعذبت بحياتها جوزوها بكير وهلا عم بتناضل وتحارب لتخلص بنتها واولادها من العذاب اللي هي عاشته. اوكي بقول لك شيء خليني انا اعملها لحظه تعلمت شغلك عم بقرا انه كيف بشيلوا البذره من هي اعطيني وحده كبيره تعلموا كيف بشيلوا البذره بتجوا بتضربوها ضربه وبتشيلوها تفضلوا هيك بشيلوا البذره تبع الافوكا بتقولي ما بفيدك بشيء ضيعت لك بعتقد 30 ثانيه لان كيف فيك تعمليها اسرع الافوكا انا برايي هو من الشيء الاسنشال بكل سلطه لانه كثير بحب الافوكا وكمان في شيء ما تنسي انه اكتشف علماء الاثار في مدينه اسوان المصريه مدخل مقبره عائليه قديمه في مبنى محترق واشارت مجله لايف ساينس الى ان علماء الاثار عثروا داخل المقبره على 30 مومياء من مختلف الاعمار بعضها تعود لكبار السن مصابين بالتهاب المفاصل وبعضها لاطفال بمن فيهم حديثو الولاده ووفقا لعالمة المصريات رئيسة فريق البحث من جامعة ميلانو بالإيطالية للبروفيسورة باتريسيا بياسنتيني تعود هذه المقبرة على الأرجح إلى الفترتين البطلمية والرومانية من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الثاني أو الثالث بعد الميلاد. إن شاء الله ما يكون السؤال عن البطلمية. خلص حفظتيها. هلأ لكن الأرضي شوكة قلب الأرضي شوكة مع الأفوكا بعتقد ناقصهم شغلة إنه تبعتي لي فويس هلأ بهيدي اللحظة. هلا انا اذا ما سمعت كلمتك وبهيدي اللحظه بعثت لك فويس شو بيصير بس شو بيصير منتج اذا تترتب عوائب وخيمه هذا الشيء كلمه حرف قلت لك اياها هلا الوخيمه ما بعرف هيدي الادجكتيف يعني شو كمان بسأل شو بتسموا وخيمه بلاك كله عم نمزح ما بعرف شو بتسموا وخيمه اوكي الفويس الثاني بفكر ساعات وساعات لا يعني تمثيل بالنسبه لي مش حاجه بعيده قوي اوكي ده بعتقد فيهم قشر هون ان شاء الله تطلع على ضيفتنا وتكون ضيفتنا كمان نيقه بالاكل وتشلك علي ما بعرف ليش عم اقول لك انا لا تم لا تزبطيهم قطع اربع دقائق بعد في 8 دقائق الا شوي لا تعمليها وهلأ بدي أريلك خبر ثالث صرح نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو بأن لا يسمح لابنه الذي يبلغ 11 سنة باقتناء هاتف ذكي مبررا بأن التكنولوجيا مفيدة ولكن من الممكن أن يصبح الطفل مهووسا بها وقال النجم في كل مرة يسألني طفلي عن ذلك أقول له لكل شيء وقته كثير عندك أنا بأيد الرأي ما بنحكي عن الموضوع لما تضل براسك ما بنحكي ابدا عن الموضوع قصة السمارت فون تبعك القشر ليك القشر يلا ضيع وقت بعد ضيع وقت صار ماري 5 دقائق بعد في 7 دقائق وشوي تقريبا بدي منك تبعتي لي فويس لانه صرتي بعتي لي بس 2 في ابعت لك 2 بعتي لي 2 اوكي شكرا تحل عنك بعرف شو يعني اوكي ياسر تاريخ الاستاذ ياسر تاريخ مرايا بالنسبه لي هو بيتي اوكي الفويس الرابع في كثير عالم مفتكرة انه المسلسلات اللي عملتها قبل انه هاو هن انه بيشبهوا نادين لا بالعكس كومبليتلي هاو ديكي ما بيشبهوني وزهرة اكثر بتشبهني اوكي هلا انا ملاحظ شغله انه برنامج اسمه اخبار عن النار وانت ما عم تستعمل النار ابدا ف ما في سبب شو السبب؟ شو السبب؟ من شو عم تهربي؟ بدي أعرف آية من شو عم تهربي؟ صراحة هذاك اليوم المنتج حكى معي بطريقة شديدة اللهجة وقال لي إنه بعد ما تعلمت تولعي الغاز المنتج عم بيقول إنه نار التنافس بيناتنا بكفي مش هيك اسمه أخبار عن نار لأنه في حماوة بالتنافس إيه؟
وروح رياضيه عندي موجوده كثير عندك ما بعرف هي هي الحماوه كانت موجوده بحوارنا هذاك اليوم هو عم بيقول لي لازم اتعلم ولع الغاز ايه صح انه ما بدها هالقد يعني طلعت الغاز يعني الخبريه اثنين ستابس عندي بكره امتحان تولي على غاز شو صرتي حاطه لكان طماط سوريز اللي هي بندوره كرزيه او الطماطم الكرزيه الطماطم الكرزيه وافوكا وارضي شوكه بعد معنا 5 دقائق ونص وبدي أقول لك أنه كشفت دراسة أن العديد من المفروشات المنزلية والملابس المقاومة للمياه والبقع التي نشتريها قد تحتوي على مواد كيميائية سامة مدى الحياة تعرف بالـ PFAS والتي تتسبب بمشاكل صحية عديدة مثل تلف الكبد أمراض القلب اضطرابات المناعة والسرطان واضطرابات الهرمونات وأجرت مختبرات مستقلة بتكليف من مجموعة توكسيك فري فيوتشر لأبحاث والمناصرة البيئية الصحية اختبارات كيميائية على 60 منتجا توزعت على 3 فئات وهي الملابس الخارجية الفراش شراشف المائدة والفوط والتي اشتريت من أبرز 10 متاجر للتجزئة خبر كتير طويل إن شاء الله يجي عليه شيء 4 أسئلة أنا حسيتك ما حفظتي ولا شيء منه لكن الخس والبصل بدي تبعتي لي فويسين بعد فيه 4 دقائق و45 ثانية وعم يمرق الوقت بسرعة وبحسك ما بعرف ليش حس إنه في كتير قصص بعد ما استعملتيها ما كشفتني أوكي أنا كارول حالي فني قريب كتير وإنسانية كمان هلأ في تحضير لشيء لأله هي كمان كلماتي وألحاني بيلفتني كتير الموسيقى البوب المودرن بالمغرب وفي شباب كتير موهوبة أوكي فرجينا عم تبكي مش عم تبكي صارت معودة صارت بدي أقول بس إنه آية صار عندها مناعة عملت طعم البصل اللي هو مع طعم الكورونا اللي عملته ببطل خلي واحد يبكي على البصل شو عم تقصي هلا بالميتو وما بعرف شو اسمه بالعربي شو اسمه عندكم حطوا لنا على الان تي في على قناه اليوتيوب تحت شو سموا البالميتو عندكم البالميتو هي جاي من البالم النخيل يعني من شجره نخل فما بعرف بيكون اسمها شيء مثل نخليتو او شيء هيك بسموه نخليتو اوكي لازم اقري لك انا خبر لانه عم يقطع الوقت بسرعه بعد في 3 دقائق ونص بدي اقول انه اظهرت دراسه اجرتها كايتلين كاساليتو الاستاذه المساعده في علم الاعصاب بمركز الذاكره والشيخوخه في جامعه كاليفورنيا سان فرانسيسكو الامريكيه ان التمارين الرياضيه تعزز مستويات البروتين المعروف بتقويه التواصل بين الخلايا الدماغيه عبر نقاط الاشتباك العصبي الذي قد يكون عاملا اساسيا في ابعاد شبح الخرف عنك واظهرت الدراسات الاوليه ان الحركه البدنية يمكن التخفيف من خطر الخرف بنسبة تتراوح بين 30 و80% عم تحطي لها توم هلأ كمان؟ أوكي شو بعد باقي ما حطيتي لي؟ كتير سؤالك صعب صراحة كتير سؤالي صعب طب بعتي لي فويس هلأ بعتي لي فويس كتير حسك لأنه ماشي حالك بالوقت فبعتي لي فويس أوكي لما كنت في مراكش مهرجان مراكش فحطيت بالسناب لأن كتير بحب الشباكية وبعدين طلعت أتسوق أنا وصاحباتي فلما رجعت على الأوتيل لقيت السويك مليان شباكية أوكي بعد عندي 3 بوسات بدك تبعتي لي هون بعد في 2 دقيقة وتقريبا 15 ثانية أنا ليخلص الوقت شو مضيعة شو بساعدك أو شو ما بساعدك لك كمنظر كتير حلو لهلأ كتير حلو عيونك الحلوين مرسي مرسي حتخسري اوكي بدك تبعتي لي بعد في عنا 2 دقيقة بدك تبعتي لي فويسين اوكي طب باخد عنك اوكي بعد لا خلص بقى اوكي 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 دون اوكي بعد في فويسين بعتت لي اياه هون بيبقى عندك فويس واحد اللي هو كان بده شغل كتير مني كممثل كان كممثل ماني كتير عايش في مصر يعني هي محطة من مهمة من محطاتي الفنية اوكي عرفت مين التصوير كانت ظروفه صعبة شوي لانه البرد قارس جدا والطلوع والنزول من الجبل على رجلينا يعني عييت انا من وراء الدقيقة و15 ثانية تقريبا هلا صار دقيقة و15 ثانية
بدي اقول لك انه توفي عام 2022 سيدني بواتيه، وهو اول رجل اسود يفوز بجائزه اوسكار لافضل ممثل عن عمر 94 سنه، وفاز بجائزه الاوسكار عن فيلم ليليز اوف ذا فيلد عام 1963 الذي لعب فيه دور عامل متجول. بعد في اقل من دقيقه بعتي لي اخر فويس من عندك، اخر فويس بسرعه، اخر فويس بسرعه لما تلحقي إيه؟ اخر فويس. اوكي، وبعد اللي صار معي بمسلسل روز حرمت اني صرح على بكير، لانه كان كل شيء جاهز يعني، وعلى اخر لحظه صار ظرف ومنعني من اني اشتغل. اوكي هذا اخر فويس. انا عندي بعد خبر واحد لك، خبر واحد بعد فيه نص دقيقة 30 ثانية. بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل سكويد جيم، أكدت منصة نتفليكس عام 2022 وجود موسم ثاني للمسلسل، وكان المسلسل أول دراما كورية تتصدر قائمة أفضل 10 عروض تلفزيونية أسبوعية على نتفليكس وأكثرها مشاهدة على مستوى العالم، وصلت إلى الرقم 1 في 90 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. بعد فيه 5 ثواني، 4 3 2 1 كل شيء من ايدي. شو هالماراثون هذا اللي عملتيه؟ اوكي هذا صحن السلطه اللي عملته، اللي بدنا ننطفه بالبريك لانه ما قلنا عين نفرجيه لضيفتنا هيك صحن، وصراحه ما بعرف اذا لازم نطفه او نفرجيه هيك، نفرجيه هيك لتعمل العلامه بيست على هيدا الشيء. فهيدي هي الاكل اللي عملتها ايا ب 12 دقيقه، بدنا نشوف اذا طعمتها طيبه، رح تاخذ علامه قديش على 5، وقديه بدنا نجيب علامات بالاسئله، فما تروحوا مطرح راجعين. رجعنا باخبار عن النار على اخر فقره عنا، وسمحنا لها لآية انه تنظف الطبق تبعها لانه بنقدمه ل مش انت اللي سمحت لي، المنتج قال لي نط فيه جرستي خلص، هلا عم بعطي ايميل لحالي انه سمحنا لك انه لانه ضيفتنا كثير مميزه وبدنا نقدم لها شيء نضيف، بدها تعطيها علامه لآية وبدها تختبرنا بالاخبار والفويسات اللي حكيناهم، فانا كثير محمس انه التقى بضيفتنا ذا وان اند اونلي هيفا. هيفا صباح. هاي جاد، هاي آية، هاي هايفا، هاي للكل. أهلا وسهلا فيكي بمطبخ أخبار عن النار. أنت ما أنت معنا لأنه إنه هيك إنه ما مش عم بعرف أحكي. عادي. إنه أنت مبسوطة معنا أو قد ما نحن مبسوطين إنه أنت معنا؟ أنا كتير مبسوطة إنه معكم اليوم بالحلقة. بدي اسالك هيك كم سؤال بس كمان نشوف هيك نتعرف اكثر على شو في عندك قصص جديده، لان انا عرفت انه ليه عم طلع فيي هيك الكاز جات انه انا تاثيري قوي بس مش هالقد لا اكثر اكثر متوقع. بال 2022 كثير سافرتي، سافرتي يعني رحتي على حفلات بالمكسيك وفرنسا ومصر، ما تعبتي من السفر؟ في كثير كمان مطارح لا لا ما تعبت، بعدين انا ليه بدي اتعب؟ شو ما اكون عم سافر ايكونومي يعني ما عليه، انا برضه هيفا. صح صح، هيفا كثير تعرضتي هيك للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وصار يقولوا عنك انه صرت تيتا، وهذا الشيء بيأذيكي يعني بتتاثري بهذا الشيء؟ ليك بدي اقول لك شغله، انه اذا كل التيتايات هيك يعني كل الديتايات هيك الديتايات هيك، هيدا انجاز للمرأة العربية للبشرية اكيد. بالنسبة ل ما بتأثر وما رح رد على كل العالم بالطريقة اللي انا كنت رد فيها على الناس. رح استعين بجملة بتقولها اللوستي هيوف، بحبك هاي اللوس، موتو بغيسكم للهيترز. طب غير الهيترز العالم العادي كمان في مثل فنانين عم يحكوا عنك انه مثل سوبر ستار رغب علامه قال عنك انه انت فنانه استعراضيه بتأدي بس انه بس مش منك مغنيه، انه صوتك لانه ما بدي اقول اكثر من هيك. ليك انا هيدا الموضوع انحكى فيه كثير يعني، بصراحه انا زهقت وزهقت كمان اني علق على هيدي المواضيع. اللي بدي اقوله انه مش حابه رد كثير على راغب، لانه خاصه احتراما لمسيرته اللي صار له زمان يعني اكثر من ربع قرن،
فما رح رد عليه وما رح اقول شيء. بالعكس انا بحترم زوجته جيهان وولاده كثير بعقده. لا كتير انا ما رح رد. ليش مسالم؟ ما رح رد خلص. حسيتك دمعتي. لا بس انه موضوع اخذ اكثر من حجمه. طيب ما بهمني يعني. لما نزلت غنيت لو كنت كسرت الدنيا وكانت اغنيه كثير حلوه، فمن وحي هيدا الغنيه بدي اسالك كم سؤال سريعين. لو كنت رجل سياسي مين كنت بتكوني؟ ولا واحد منهم. ليه؟ كلهم يعني كلهم. انت مقتنعه بهذا الشعار؟ كلهم اكيد يعني مقتنعه. ما بقول شيء مشان قناعتي. اوكي طيب لو كنت فنانه ثانيه مين معقول تكوني؟ اوكي بقدر اقول لك ريهانه، لانه ريهانه وريهانه عن نجاح كانوا اكبر دليل. طلعت على الحكي هاي. مش بس انت. شو حال؟ طيب لو كنت فيلم اي فيلم كنت بتكوني؟ دكان شحاتة، من دون ما افكر بالموضوع، لانه ساهم بمسيرتي وشهرتي اكثر. طيب لو كنت مثلا لو كنت سؤال ايه شو يعني كنت بقول شو أي لو بينتهوا هالاسئله اللي عم تسالني اياها. لا خلصنا تقريبا. طيب قديش هيفا بتحب الاكل وقديش بتحب المطبخ؟ يعني قديش محرومه من الاكل؟ قديش محرومه يعني لانه تربت حافظه على هيدا القوام. لا ليك انا ماني محرومه يعني، اذا بتشفت كرشه بالمكسيك يعني كان كثير، انا باكل كل شيء انا ما عندي بروبلم. لا هلا انتبهت. أوكي. بس كنت مكرشه بالمكسيك. طيب شو رايك حتى الكرش بيلبق لك؟ ثانك يو. شو رايك بهيدي السلطه اللي عملتها آيا اللي اسمها سلطه الخضار المعلبه؟ عندك مشكل معها؟ لا بالعكس، هي بتساعد للاشخاص يفتحوا العلب يعني سريعه سريعه. توفير وقت يعني. ايه انه حلو انه لانه ما حدا عنده وقت جاده انه يقطع ويجيب اغراض. شو؟ لانه بيكونوا ملهيين. بتعرف بشو؟ بشو؟ باخبار هيفا. أنا كيف بدي كفي؟ انا بخلصت. ان شاء الله. طيب هيفا لازم تدوقي هيدي السلطه لتعطيها لآيا. علامه على 5. علامه على 5 كتره اهتمام. ما عندي مشكل، ماكسيموم نرجع بنشفط. اوكي حط لك بعد. يلا ثانك يو. تفضلي هيفا. بس بتشيل هيدا بليز. كلام عينك بشيل كل شيء. بشيل آية اذا بدك كمان انت بس. لا ما عندي شيء، ما عندي بروبلم. انا انسان. يلا لحظة. لا ما تبكي، بدك تبكي من وراها؟ لا كثير طيبة. بس حسيتها حادة شوي. حادة من شو؟ من الخل؟ حطيت فيها خل وحامض. شفتي لاحظت؟ بس معلش حلوة الحدية بأمرار يعني ما عندي مشكل. حبيت قد ايه بدك تحط لها؟ على 5. 4. واو واو ثانك يو هيفا، لاف يو. لاف يو تو. بس بعد ناقصها 5 علامات لتجمع للعشرة، لتصير العشرة. فبدك تسأليها 5 أسئلة، وأنت شو رأيك إنه رح تكوني أنت رح تقدمي برنامج المسابقات لكم دقيقة بس؟ ما عندي مشكل، أنا كتير انعرض علي هدول المواضيع كلها، كل أنواع البرامج، بس ما كان في دودو سو ما قدرت أخدهم. مش هلأ في دودو؟ لا هلأ فوري فري رح أعملكم إياها. لا Thanks. لا قولوا هيفا كريمة. ما عندي مشكل. منبلش؟ تفضل. يلا أوكي. انا كل حدا بحس حاله غير. اوكي باي مدينه مصريه اكتشف علماء الاثار مدخل مقبره عائليه قديمه؟ اسوان او اسكندريه؟ اسوان. صح. اي نجم نجوم كره القدم قال انه لا يسمح لابنه بامتلاك هاتف ذكي؟ انه سوري ما فيكم تقولوا موبايل. ميسي او رونالدو؟ رونالدو. صح. ما الذي قد يساعد في إبعاد شبح الخرف عنا بحسب إحدى الدراسات؟ يبعدوا عن هيفا. جننتم. التمارين الرياضية أو السكن في الجبال؟ التمارين الرياضية. برافو، حبيت إنك حلوة وذكية.
انا حلوه ثانكس. هيدي من هيفا. من هو الممثل الامريكي الشهير الذي توفي عام 2022 عن 94 سنه؟ سيدني بواتير او روبن ويليامز؟ سيدني صح. ما الذي يمكن ان تحتويه العديد من المفروشات المنزليه بحسب احدى الدراسات؟ مواد كيميائية سامة أو مواد مسببة لتساقط الشعر؟ كيميائية سامة. برافو. واو. برافو. واو. 9 على 10 جابت 5 على 5 بالأسئلة. 4 4 على 5 بالسلطة بالسلطة ف 9 10 يعني أنا لازم جيب 10 على 10 لأنه كمان إذا تعادلنا اثنيناتنا بنعمل الحكم اللي محضرت لنا إياه هيفا. ف قولي لي العشر أسئلة لشوف كيف بدي أجيبهم كلهم صح. أوكي. ما هي الشخصية التي تحدثت عنها الممثلة كارول الحاج؟ مجدلة أو رندا؟ مجدلة. صح. عن أي مجال تحدثت الفنانة المغربية جنات؟ الإخراج أو التمثيل؟ تمثيل. صح. عن أي مسلسل قال النجم السوري عابد فهد إنه بيته؟ مرايا أو سنونو؟ مرايا. صح. طبعاً. ما هي الشخصية التي ذكرتها النجمة نادين نسيب نجيم؟ زهرة أو حياة؟ زهرة. ضيقتي بس قلتي اسمها. لا لا عادي بحبها لنادين، مرة حلوة وذكية. ما هو الاسم؟ ما هو الاسم الذي ذكره النجم مروان خوري؟ بحبه كثير. إن شاء الله نعمل غنية سوا. كارول ما بقدر اسلم عليها لانه ليه؟ انا مع اللوستي لهاي كمان مرتين او اليسا ما بيحكوا مع بعض. لا انا ما لا ما كثير بدنا نفتح الموضوع. اوكي كارول لكان صح. عن اي موسيقى ومواهب اي دوله تحدثت النجمه كارول سميحه؟ كمان تونس. انا ما فهمت يعني تونس او المغرب. تونس. صح. لا غلط. لو كنت كتاب انا كنت حابه كتاب عن الجمال. يلا كيف تتخيل؟ اي مدينه مغربيه ذكرتها الاعلاميه السعوديه لجين عمران؟ كازابلانكا او مراكش؟ مراكش. صح. ما هي الدوله التي ذكرها الممثل السوري سامر المصري؟ مصر او لبنان؟ مصر. صح. هيك بفيتها. هل قالت النجمه الخليجيه بلقيس ان البرد كان قارسا او الحر كان شديدا؟ قارسا. صح. بلقيس طلعه هيك طلعتها. يعني شو بدي اقول لك، انتم بتعرفوا الفرق كثير منيح. وقتها هيفا كانت مصورخه وغير فنانين. إيه لا بس انه لانه صغير بالعمر. لا لا ما عندي مشكل بالعمر. ما عندي بروبلم. بس انه ما هو المسلسل الذي ذكرته الممثله السوريه لورا ابو اسعد؟ روز او نور؟ روز. صح. صح. تسعة على عشرة وانت تسعة على عشرة تعدلنا يعني اثنيناتنا رح ايه معلي. ما انا بقبل انه اثنيناتنا نعمل الحكم ما اعمله لحالي. ان شاء الله تكون هيفا بحضرتنا شيء مش كثير مؤذي لانه نحن كثير عم نتعرض للاذى. ايه لانه لا حرام عليكم تعرضوا جادو للاذى. وآية سريعة. وآية انت محضرة؟ انا محضرتها من ايدي. شو هي؟ شيء فول وكذا. بس رح افرجيك السربرايز. يلا يلا لنشوف شو محضرين. يلا يقدموا. ضيقت من شيء؟ لا ابدا. شو هيدا؟ فول مع بودينج. بودينج فول. بودينج شوكولا. بودينج شوكولا. واو كريتيف كثير الفكره. هذا اسمه بودينج شوكولا. يا اوكي مزبوط. يلا دوقوا. ثلاثه معالي. ليش ثلاثه؟ لانه ثلاثه. ايه شو مشكلتهم مع رقم ثلاثه؟ ثلاثه احلى. تفضلوا. ثلاثه معالي. جادو عم بيزعبي. لا فيني طعميك انا؟ رح فضل انا اكل لانه هيدي حتى من ايدك رح حبها بحس. ما مشان هيك عم بنكزك. مش معقول. لا من ايدك مبلا. بدوقي؟ من ايديك اكيد. عن جد؟ ايه. لا لا
مش هتحبي، ما بعملها فيك. ثانك يو جادو، بس فرجيتك قديش انا دايمه لك. ثانك يو، ثانك يو. هي بتبلش عادي بس بالاخير هذا الاريجو كثير. هلا انا ما انتبهت. ايا كم ملعقة؟ ثلاثة. صاروا ثلاثة؟ اوكي. انا كنت متاخدة بجهد. لا مش قصة بيننا. لا مش قصة شيء، بس انه مرسي كثير هيفا على حضورك معنا، نورتينا. واذا طلبناك على غير حلقه بتجي كمان؟ هذا موضوع ثاني بنحكي مع الانتاج. يلا انا مضطر امشي. باي باي. مرسي كثير هيفا. ثانك يو سو ماتش، نورتينا. مش كثير عاطل. ايه يعني دقنا قصص اسوء. ايه دقنا قصص اسوء. لا هلا هو اصلا كل شيء من هاي. هلا اذا بدكم تشوفوا نحن شو صار فينا برانكس من اول البرنامج لهلا، كل الحلقات موجوده على اليوتيوب للان تي في، ففيكم تفوتوا تحضروها وتحطوا لنا بالتعليقات شو رايكم. فهيدي كانت حلقتنا، تعلمتوا اكله، تعلمتوا اخبار جديده، وشفتوا هيفا. فخلوكم معنا بالحلقات اللي جايه. باي.